اللي قلت انا هذا التعادل بطعم الهزيمه بالنسبه لتطوان، حنا كنا كنستحقوا الانتصار ثلاثة النقط باش نعوضوا ذاك النقط اللي ضيعناهم في الملعب ديالنا، ولكن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أهتكم، هذه هي سنة الحياة في الكرة، هي هذه بحال ما خطرة كتلعب مزيان وكتنهزم، حتى المباراة اللي لعبنا مع حسن يتاكد كنا في المستوى في الدوزيام ميطون ما انتصرنا، هذا حال كرة القدم، خصنا نتقبلوا ونكون عندنا الروح الرياضية، وفريق الرجاء باش تلعب معاه بهذه الطريقة راه خصك تجيب كري كما كيقولوا، فريق الرجاء راه كبير بالمدرب ديالو بالجمهور ديالو باللاعبين ديالو، وكنتمنى له التوفيق في المسار الإفريقي إن شاء الله الرحمن الرحيم باش يضيف الخزينة ديالو كأس أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. مقابلة ماشي سهلة، عارف الخصم قوي عنده لاعبين في المستوى، جينا لمدينة الضربة باش نحققوا نتيجة إيجابية، المهم ما نخسروش، تعادل ولا فوز كما شوف دخلنا المقابلة جرينا لو ماتش ديالنا، جاونا فرص ما ترجمناهمش، سجلنا الهدف الأول، بقينا محافظين على الشباك ديالنا في لا دوزيام ميطون، وفريق الرجاء اللي قام بتغييرات وضغط علينا في دوزيام ميطون، وجاونا فرص باش نقتلوا المقابلة، ما كتبش، هذه هي كرة القدم، تنظن بأن اللاعبين قدموا مقابلة قوية. ان شاء الله نكملوا في هذا المستوى هذا بالمقابله الجايه ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه. كيف كنعرف الجميع يعني اي فريق تياخذ شي تعادل من مدينه الدار البيضاء فتيكون ايجابي ليه، حنا اليوم ما تنظنش انه كان ايجابي لينا بحكم ان فريق الرجاء المعاناه اللي تعاني منها، الكل تيعرف الغيابات اللي عنده ويعني الرحله الطويله، كنا عازمين ان ندو 3 بوان ما كسبش، فريق الرجاء يعني حتى هو ضيع يعني فرص عديده، كنظن انه تعادل كان منصف، الحمد لله كنظن انه هاد اللاعبين شباب يعني لقاو واحد اللاعبين اللي عندهم تجربه وقدروا انهم يعني يحموهم وسط الفريق، احنا يعني كنظن ان السر ديال النجاح ديالنا هو اننا مكونين واحد الاسره بيناتنا ماشي غير لاعبين، فهادو هما الحوايج اللي عاطين المغرب التطواني واحد الكتله بين الشباب ولاعبين الخبره اللي عاطين النتيجه الان الحمد لله. ما يخص مقابله اليوم يعني ما كانتش سهله، مقابله صعيبه بحكم حنايا وقفنا بزاف وحنا كنعرفوا يعني فريق الرجاء كيفاش كيلعب. اليوم صراحة يعني بهذه العبارة نقول لك ديانا الفوز ديانا ثلاث نقاط وحد موفق للجميع. الحمد لله كما شتي المباراة ما كانت سهلة، بالنسبة لنا التعادل إيجابي وخا ضيعنا الفوز كما كيشوف الجميع، جاونا فرص حقيقية، هذا كرة القدم هي هذه، فريق الرجاء البيضاوي اللي فريق كبير اللي كيعرف الجميع، جينا هنا مدينة الدار البيضاء باش نلعبوا الكرة كما شتي الحمد لله، العناصر ديالنا كانت يعني مستعدة لهذ المباراة هذه، وكنشكر الجماهير التطوانية اللي حضروا وساندونا في هذه المباراة، ونوعدهم إن شاء الله يكون من هنا لقدام الأحسن إن شاء الله. يعني كانت مباراة قوية أمام فريق اللي هو قوي صراحة، كان سبق التسجيل يعني سجلوا قبل منا، لكن بقينا مركزين، جبنا هدف تعادل، لكن ربما في الأخير ظهر لنا بعض العياء، لأن ربما الكل كيعرف أننا السفر اللي قمنا به في ناميبيا كان متعب وأثر علينا بشكل كبير في هذه المباراة دي. فأكيد يعني المباراة يعني الآن الحمد لله حققنا نتيجة إيجابية في الذهاب، إن شاء الله في انتظار إن شاء الله في مباراة الإياب إن شاء الله نفوزوا يعني باش نضمنوا التأهل يعني 100% في المجموعات، وإن شاء الله يكون كلام آخر إن شاء الله. المباراة كانت قوية لأن فريق المغرب التطواني هو فريق اللي قوي كينافس على البطولة الوطنية، يعني غادي نساو هذه المباراة بحكم بأن عندنا عدة مباريات اللي صعاب على المباراة ديال المغرب التطواني، إن شاء الله اللي كنتمنى إن شاء الله نجيبوا فيه شي نتيجة إيجابية بحكم أننا لاعبين إن شاء الله الاتحاد الإفريقي، المباراة ما غتكون سهلة، مباراة ديال الكاليفيكاسيون إن شاء الله الجروبات، يعني إن شاء الله هذا الماتش إن شاء الله كنتمنى إن شاء الله نجيبوا فيه شي نتيجة إيجابية اللي تخلينا إن شاء الله أو غادي في النسق التصاعدي بإذن الله. Pour moi c'est une très bonne expérience parce que ça fait pratiquement un mois et demi que j'ai pas joué donc ça va venir avec le temps, ils sont en train de reprendre un peu le rythme et inchallah les victoires et ça va revenir. C'était un peu dur parce que Tétouan c'est quand même une équipe redoutable parce qu'il y a tendance à vouloir les négliger mais c'est quand même une très bonne équipe, ils posent le ballon au sol et le résultat est venu comme vous l'avez vu donc c'est ça le football.